تلميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار. التمرين الأول، اكتب العمليات التالية عموديا ثم أنجزها. نبدأ بكتابة العمليات عموديا. العملية الأولى هي 74 زائد 50، نبدأ بالوحدات، 50 زائد 13، دائما مع الوحدات 13 تساوي 4 زائد 0. أحسنتم، 0 4 زائد 3، نضيف 3 في 3 أصابع، 4 5 6 7، نواصل، 7 زائد 5، نضيف 5 7 8 9 10، احنا 10 12 13، إذا تساوي 137. 137. العملية الثانية، 176 زائد 235 6 زائد 5، 6 في الرأس، 5 في اليد، 6 7 8 9 10 11. نكتب الواحد ونحتفظ بالعشر. 7 زائد 3، 7، 3 في اليد، 7 8 9 10، والواحد، أحسنتم، 11. نكتب الواحد ونحتفظ بالعشر. 1 زائد 2 3، والواحد، أحسنتم، 4، إذا تساوي 411. نكتب النتيجة أفقيا. نواصل، 269، 269 عملية الطرح ناقص 142، دائما وحدات، يعني 4 وحيدة. تسعة ناقص 2، من الاثنان ونصعد إلى 9، 2 2 3 4 5 6 7 8 9، 2 ونصعد إلى 9، نحسب، نجد 1 2 3 4 5 6 7، أو نستعمل أصابع اليد، 6 ناقص 4، من 4 نصعد إلى 6، 4 5 6، 2 2 ناقص 1 تساوي 1، إذا النتيجة 127. العملية الرابعة، 99 ناقص 53، 3 وحدات و50، 9 ناقص 3، من 3 نصعد إلى 9، 3 4 5 6 7 8 9، نحسب الأصابع نجد 6، 9 ناقص 5، نفس الطريقة، 5 6 7 8 9، نجد 4، إذا تساوي 6 و4، إذا 74 زائد 50 زائد 13 تساوي 137، 176 زائد 235 تساوي 411، 269 ناقص 142 تساوي 127، 99 ناقص 53 تساوي 49. نلتقي إلى التمرين الثاني. أتمم شريط الأعداد تصاعديا. لدينا الشريط فيه أعداد، نتممهم ترتيب تصاعدي. لدينا 270، 276، 270 بعدها، أحسنتم، 271 قبلها، جيد، 269، نراجع، 269، 270، 271، 272، نواصل، أحسنتم، 273، جيد، 274، 275، 276، 277، و278. إذا الشريط عدد ترتيب تصاعدي، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276،
278. التمرين الثالث، ضع العلامة المناسبة مكان النقط. لدينا النقط، نضع العلامة إما أكبر تساوي أم أصغر. 285 431. دائما نعين منزلة المئات. لدينا 200 أو 200، 400، 200 أصغر من 400، 2 أصغر من 4، إذن 200 أصغر من 400. 285 أصغر من 431. نعين منزلة المئات دائما. 200 تساوي 11، 211، 211 أحسنتم تساوي. نواصل، نعين منزلة المئات. 700، 200، 7 أكبر من 2، 7 أكبر من 2، 700 أكبر من 200، إذن 795 أكبر من 295. نراجع، 285 أصغر من 431، 211 تساوي 211، و 795 أكبر من 295. التمرين الرابع، سمي المضلعات التالية وحدد الزوايا القائمة. لدينا المضلعات نسميها الشكل الأول، أو لدينا أشكال. الشكل الأول هو أحسنتم دائرة، الشكل الثاني جيد هو عبارة عن أحسنتم مستطيل. مستطيل الشكل الثاني جيد مثلث. الشكل الرابع أحسنتم مربع. لدينا سؤالان، سمي المضلعات أو سمي الأشكال وحدد الزوايا القائمة. إذا نبين أين هي الزوايا القائمة. الشكل الأول دائرة، لا يوجد زاوية. الزاوية القائمة نعينها بالقوس. القوس، ها هي الزاوية القائمة، هذه زاوية قائمة. إذا استطعنا تشكيل هذه الزاوية نقول أنها زاوية قائمة، إن لم نستطع ليست زاوية قائمة. إذا ننظر إلى الزاوية الأولى هي عبارة عن زاوية قائمة. الزاوية الثانية أحسنتم زاوية قائمة. هنا لدينا كذلك زاوية قائمة، وهنا زاوية قائمة. مستطيل لديه أربع زوايا قائمة. المثلث هنا واحد شكل زاوية قائمة، هنا ليست زاوية قائمة، لا يوجد خط من هنا، هنا كذلك ليست زاوية قائمة. المثلث لديه زاوية واحدة قائمة. مربع نفس الشيء مثل المستطيل، هنا زاوية قائمة، هنا كذلك زاوية قائمة، من هنا توجد زاوية قائمة، هي رابعة كذلك هي زاوية قائمة. إذن عينا كل الزوايا الموجودة في الأشكال. مستطيل لديه أربع زوايا قائمة، مثلث زاوية واحدة، والمربع أربع زوايا قائمة. الوضعية الإدماجية، اشترى حسام مقلمة ب150 دينار وقلما ب30 دينار، فكم سيدفع للبائع؟ حسام الولد اشترى مقلمة وقلم، ثمن المقلمة 150 دينار وثمن القلم 30 دينار. إذا اشترى مقلمة وقلم، ومعناها عملية، أحسنتم، عملية الجمع. سؤال، كم سيدفع للبائع؟ إذا ثمن المقلمة هو 150 دينار، سيدفع ثمن المقلمة هو 150 دينار، وكذلك يدفع ثمن القلم اللي هو 30 دينار. إذا عملية الجمع،
نكتب العملية عمودية 150 زائد دائما الوحدات 0 3 0 زائد 0 0 5 زائد 3 5 نضيف 3 5 6 7 8 1 زائد 0 تساوي 1 إذن تساوي 180 المجموع. نجيب عن السؤال، السؤال هو فكم سيدفع للبائع؟ نجيب سيدفع للبائع 180 دينارا. إذا ثمن المقلمة والقلم هو 180 دينار. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.